حضراتكم على أرضية هذا الميدان وأمام شاشة دبي ريسينج، كما نشاهد انطلاقاتها في تحديات هذا المساء. بالنسبة لسن الإذاع، سن استمتاع، سن متابعة، في انطلاقات قوية أكيد بلا شك، والكل من خلال المتابعة حاضرا يتابع ماذا يدور من منافسات وتحديات وما هو جديد هذه الشعارات في هذا الموسم. بالتوفيق لكل الشعارات المعروفة والتي سيكون من خلالها في هذا الموسم انطلاقات جميلة وانطلاقات موفقة. المركز الأول تتقدم زعفرانة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر سعيد بن سالم الينيبي. بينما المركز الثاني هناك تتقدم العملاقة في المركز الثاني، تعود ملكية الهجن العاصفة. عملية تضميرها وتدريبها تعود إلى المضمر سعيد بن سالم. بينما المركز الثالث الحذرة تتواجد على المركز الثالث لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز الرابع هناك تقدم من قبل السايحة لهجن العاصفة، المضمر سعيد بن سالم هو من يقدم لنا السايحة في هذا الموقع وهذا المكان. نقله إلى المركز الخامس، المركز الخامس سلهودة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ويضمر سلهودة سعيد بن عبيد الحميري. أما المركز السادس وننتقل مباشرة إلى الشكلة، الشكلة لسمو الشيخ زايد بن المرضى مكتوم المكتوم. عملية التضمير مع مضمر النجوم الخامس حمد بن علي العويسي. والمركز السابع، المركز السابع تقدمت الآن اليمامة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم العرضي الحميري. بينما المركز الثامن القادمة واصلة قادمة بقوة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرضي الحميري. بينما المركز التاسع هجن العاصفة تقدم ضجة ويضمر ضجة سعيد بن سالم. بينما المركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن ربيع لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المضمر سيف بن احمد بن خريده. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام لاسمائنا المنطلقه والحاضره في هذا الشوط، حيث تسير مشاهدينا الكرام في انطلاقات هذا الشوط ونحن نتابع هذه الاسماء. يا سلام، المركز الاول، المركز الاول لا زالت تتقدم مشاهدينا الكرام زعفرانه وهي مسيطره هذه السيطره امام حضراتكم لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم والمضمر سعيد بن سالم، حيث يتقدم الى صداره هذا الشوط حتى هذه اللحظات بدون اي يعني مضايقات اي منافسات، يعني ما اخذ الصداره والحاله، ما اخذ الصداره الحاله، ما شاء الله تبارك الله. شوف المركز الثاني، شوف المركز الثاني، يعني المركز الثاني العملاقه لهجن العاصفه تتواجد على المركز الثاني، وستكون ان شاء الله باذن الله تعالى عملاقه في ارضيه الميدان وفي الايام والاسابيع القادمه في مشاركات مع هذا الشعار، شعار هجن العاصفه يضمر سعيد بن سالم. المركز الثالث وصلت القادمه الان، تقدمت الى هذا الموقع وهذا المركز وهو المركز الثالث، وتعود ملكيه سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم العرضي الحميري. يعني سير بهدوء وقادمه الى المراكز الاولى بتقدم ملحوظ وملموس. بينما نشوف المركز الرابع، هذا المركز الرابع سلهوده لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وعملية التضمير والتدريب إلى سعيد بن عبيد الحميري أحد الشباب المضمرين. نقلة إلى المركز الخامس، المركز الخامس هناك تقدم مشاهدين الأعزاء من قبل اليمامة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج أو مسري بن سالم العرطي الحميري في تضميرها، تحتل الآن المركز الخامس. نشوف المركز السادس، المركز السادس سجن العاصفة تتقدم مع ضجة يضمرها سعيد بن سالم. سابع المراكز وصلت الآن الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن هجن العاصفه تحمل لنا اسم جديد. والمركز التاسع هذه مشاهدي الاعزاء الرويه لاسم الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، سيف بن احمد بن خريده بتضميرها. وهناك في المركز العاشر هي مشاهدي الاعزاء الشكله اسم الشيخ زايد بن المر بالمكتوم المكتوم، المضمر حمد بن علي العويسي. هذه الاسماء العشر المقدمه مشاهدي الاعزاء في النداء الثاني لمجريات هذا
الشوط. هذه الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم حتى هذه اللحظات، ولكن لا زالت زعفرانة مشاهدين الأعزاء تسير بهدوء وبتقدم يعني مميز وبتقدم ممتاز حتى هذه اللحظات إلى المراكز المتقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما في عملية التضمير يأتي هناك سعيد بن سالم الينيبي ليقدم لنا زعفرانة 1200 على خط النهاية. أما المركز الثاني العملاقة متواجدة على المركز الثاني، هذا يعني الاسم جديد وجميل ومميز، العملاقة لهجن العاصفة المضمر سعيد بن سالم من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. هناك تتواجد القادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، ايضا مرها عتيج بن سالم بالعرطي الحميري المركز الرابع، المركز الرابع سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر سعيد بن عبيد الحميري، لكن الحذر واصله واصله الحذر تزيد من السرعة ما شاء الله. هذه الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وصلت خلية المركز الثاني، وصلت خلية المركز الثاني، يعني هذه خطيرة، هذه خطيرة خطيرة خطيرة، لأن يعني تقدمها ما شاء الله تبارك الله، وفيها نهاية مميزة ونهاية جميلة، نهاية جميلة. إذا الثنتين الآن مشاهدينا الأعزاء يعني نرافقهن حتى خط النهاية، ولكن الزعفران زعفران مسيطر، لا زالت زعفران تضخ هذا التحدي إلى أرضية الميدان، ولسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن سالم النيبي، بينما الملاحقة من الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يسلم الحذر الحذرة ما شاء الله، السرعة في الكيلو الأخير سرعة مميزة وسرعة يعني جميلة ما شاء الله. 200 متر الأخير زعفران الحذر الحذر زعفران شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، لكن اختلاف الأخوة المضمر زعفرانة الحذرة 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 زعفرانة اللحظات الأخيرة، ولكن الحذرة 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 اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تفوز بانطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني زعفرانة اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث الربيع اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء الأسماء الخمسة المتقدمة في ملتقى هذا الشوط. نسير إلى المركز الأول، نعود إلى التوقيت الزمني حيث تقدمت مشاهدين الأعزاء الحذرة في اللحظات الأخيرة، انتزعت المركز الأول بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، تانينا وسبع دقائق 48 جزء من 48 ثانية و 23 جزء من الثانية، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام أو زعفرانة بالفعل زعفرانة اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم هي من فازت بهذا الشوط، تهانينا مضمرة سعيد بن سالم إلي نيبي على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كانت الحذرة سبع دقائق 48 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، ثانيا اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم، وإلى الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد 23 جزء من الثانية، ثانيا والناموس، بينما المركز الثالث كانت مشاهد الأعزاء روية لاسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم يضمرها سيف بن أحمد بن خريدة، أيضا قطعت المسافة. نشوف التوقيت الزمني لحظات 7:55 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الأداء.